عقد مجلس النواب الثلاثاء برئاسة المهندس عطف الطراونة جلسة رقابية بحضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، حيث استمع المجلس إلى مداخلات 57 نائبا. الطراونة قال إن على الدولة الأردنية حماية الأمن المجتمعي وأن تحمي أبناء الوطن، وأن لا يسمح لأي مستثمر بالتغول على أبناء الوطن. يعني أكلم زميلي رئيس اللجنة ومن ثم لمتابعة وتطمين هؤلاء الناس، لأننا في مجلس النواب سننقل الهم وسندافع عن حقوقهم، وأيضا نهيب بالوزير المعني بأن يجمع الشركات ذات الاختصاص بهذا المكان وأن تتولى شراء الأسهم، طالما وأننا بمعرفة بأنها تكفل هذا المستثمر أو هذه الشركة بما لا يقل عن 45 مليون دينار، وبالتالي هذه ستعود علينا في هذا الأمر بأمور مالية قد تقحمنا في حلول لا نحمد عقباها. رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قال إنه تم تكليف وزيري العمل والصناعة والتجارة لدراسة الموضوع والالتقاء بالشركات المعنية لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف. منذ أكثر من 4 أيام 5 أيام اجتمعنا مع مجموعات البنوك، وسيتم تكليف معالي وزير العمل ومعالي وزير الصناعة والتجارة حتى يدرسوا هذا الموضوع ويلتقوا بالشركات المستثمرة والشركات التي تستخدم منتجات هذه الشركة لإن شاء الله إيجاد حل مناسب يرضي جميع الأطراف. واستهجن النائب صالح العرموطي قيام مجلس النواب بتنظيم ندوة بتمويل من جهة أجنبية. فكيف ندعى إلى ندوة بتمويل أجنبي بمجلس النواب وإحنا إن ميزانية خاصة؟ هذا أنا برأيي أن تنفق من الميزانية المخصصة لمجلس النواب، أما أن نأخذ تمويل أجنبي بمجلس النواب فأنا باعتقادي هذا خطوط حمراء. النائب ديمة طهبوب طالبت بمحاسبة المؤسسات الحكومية التي تتلقى تمويلا من منظمات أجنبية، في إشارة إلى قضية تلقي وزارة الأوقاف تمويلا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء مراكز لتطوير الخطاب الديني في مديرية أوقاف الزرقاء. نشرت الأخبار أن وزارة الأوقاف تتعاون مع الوكالة الأمريكية في تطوير الخطاب الديني، ونطلب من الوزارة الكشف عن بنود الاتفاقية وهل تقتصر على التمويل المادي أم تتعداه إلى صياغة الخطاب الديني، ومع أن طلبنا من خلال الرئاسة الجليلة أن يكون وزير الأوقاف موجود ولكن يبدو أنه غير موجود، فهل تقتصر الأمر على التمويل وهل لم تجد الأوقاف أي وكالة لتمول الخطاب الديني سوى الوكالة الأمريكية؟ وطلب النائب عبد الكريم الدغمي من رئيس جامعة جرش الخاصة بالاعتذار عن تصريحات إعلامية اعتبرت مسيئة لبعض الطلبة للحيلولة دون التصعيد من قبل الطلبة. أستهجن وأستغرب وأربأ بالأستاذ الدكتور رئيس جامعة جرش أن يتكلم هذا الكلام، وأنا أطالبه بالاعتذار قبل أن نصعد الطلاب مطالبهم بإقالته أو استقالته. النائب أحمد الهمسات دعا إلى تحويل التجاوزات الواردة في ديوان المحاسبة المتعلقة بأداء أمانة عمان الكبرى إلى القضاء. ومن خلال الرئاسة الجليلة ومن خلال الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة التي تم توزيعه مؤخرا على السادة النواب، تبين أن هناك ضعف واضح في النظام الرقابي الداخلي في أمانة عمان، كما أن هناك كثير من المخالفات التي تعود لغياب التنسيق ما بين دوائر أمانة عمان، مما أدى إلى تعطيل كثير من المشاريع، ومثال على ذلك شارع صرح الشهيد وشارع المدينة، وهناك الكثير من المخالفات فوق 30 صفحة مخالفة في تقرير ديوان المحاسب على أمانة عمان، والتخبطات العشوائية إلى معالي أمين عمان، ومنذ سنوات وأمين عمان يعدنا بحل كل الأزمات حتى أزمة السير أصبحت لا تطاق في عمان من خلال الباص السريع، والذي اتضح أنه أصبح الباص البطيء في الإنجاز وأن كل المخططات قد رسمت على عجل. هذا واستمع مجلس النواب لمداخلات عدد من أعضاء مجلس النواب تناول العديد من المواضيع المختلفة. ووقع مجموعة من النواب على مذكرة تفاهم طالبوا من الحكومة بعفو عام تم تقديمها للأمانة العامة للنظر برد الحكومة عليها. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.